مالك؟ باين عليا مبسوطه مش كده؟ اصل يا سيدي جالي جواب شكر من المدير العام النهارده، وده معناه ان ترقيه جايه في السكه. هلا هلا قدها ودود، هما يلاقوا زيك، ثم دي اقل حاجه بعد الماجستير بتاعك. تعرف يا وجدي ان ما بقتش مديره فرع البنك اللي انا فيه ده في ظرف 3-4 سنين ما بقاش انا. افهم من كده انك هتنسي بيتك وجوزك وما نشوفش بعض طول النهار، وكل واحد بقى يدور له على مطعم ياكل فيه. مش انا يا روحي. طب ده انا النهارده عامله لك الباميه اللي انت بتموت فيها. يبقى دبها تمام وارتاح شويه وانزل الشغل تاني بعد الظهر. عظيم، وترميني في سكتك عند لولا الخياطه. طيب. مساء الخير. حضرتك مالكيش معانا النهارده. معلش انا اصل الحقيقه الفستان اصله لسه مخلص. ازاي بقى يا مدام نول؟ ده كان ميعاده امبارح. انا مسافره بعد بكره وضروري اخده معايا. معلش معلش هبعته لحضرتك بكره. طب اقيسه دلوقتي من فضلك يا مدام نول، عشان لو في اي تصليحات تعمليها لي واستلمه بكره جاهز. طيب طيب اتفضلي. هو في ايه؟ حضرتك مستعجله كده ليه؟ ابدا، اصل الشغل كان كتير وانت ما عندكيش ميعاد النهارده. اتفضلي. معقوله يا مدام لولا؟ ده لسه في شغل كتير قوي. اي مشويش لو سمحتي. طب ممكن نجيب الكورنيشه ونعلم مكانها؟ خلاص عرفت، وانا لازم يعني اعلم. اقلعي بقى. اقلعي. هو ايه يا اختي ده؟ فتشها كويس. انت بغنت وانت بغنت وانت بغنت. يلا. يا نهار اسود. هو في ايه؟ امشي. ايه اللي حصل؟ هو في ايه بقى؟ انت مش عايز تقعد عليا ليه؟ ارفع راسك جوه. هي منين دول يا بنت؟ تعالى تحت يلا يلا. يلا قدامي. افتح المحضر. احلف لك بايه؟ انا بريئه. اشرحي موقفك للسيد وكيل النيابه. القانون بيديله حق تقضية الظروف. احنا مجرد زبون عندها، حتى اساله ما دام لولا. لولا ايه؟ لما نلاقيها لما نسالها. سيدك انا موظفه محترمه في بنك، معايا ماجستير. انا مش من البلد دي خالص، انا من اسكندريه. انا جيت مصر لما اتجوزت، عمري ما كنت اعرف اللي بيحصل في الشقه دي. انت هتقولي لي زي ما كلهم قالوا؟ اذا كانوا زبطوكي متلبسه وقلع هدومك، مش عايز اسمع حاجه يا اختي. والله العظيم ما بتحجب، انا بقول الحقيقه. ابوس رجلك تصدقني، ابوس رجلك تصدقني. قانون مش ببص لرجليك. قانون بالاثباتات، وانت التهمه ثابته عليكي. خد عسكري. فعرضك 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 بيتي هيتخرب. انا بريئه. انت اللي خربت بيتك بايدي. الهي يسترك، اتعب شويه عشان تعرف الحقيقه. هي فعلا يا فندم ما كانتش في اوضه النوم، هي كانت مستنيه دورها عشان تخش. خد عسكري. خش فين؟ حرام عليك. الله يخرب بيتك. خربت بيتي. والدي والدي المظلومه. صدقني يا والدي، صدقوني يا ناس، حرام عليكم. Thank you.
كاسك يا توفيق بيت. بصحتك يا هدهودي يا جميل. شيكك هيكون عندك بكره، وشك كان عليا حلو قوي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. يا دنيا جميل. شايف؟ انا ايه يا جماعه؟ نفتح البوفيه بروحته؟ لا لا انا عن نفسي لسه شويه. لازم تعملي ريجيم. هي ايه الناس دي كلها اللي داخلين الشقه اللي قصادنا؟ حقها. ايه حكايتها الست دي؟ وازاي عرفت تاخد الشقه اللي جنبنا؟ انا مش عارفه. انا نفسي اروح لها واشوفها جايبه منين الاسطوانات دي. بس يا احلام عيب. عيب. الاسطوانات بلا كلام فارغ عيب. نري يا احلام. خش شوفي مذاكرتك. ما انا لسه قايمه من على الكتب حالا يا بابا. كاريوة مش معقول حظك يا هشام بيه، تضربني فول قاس. اقول ايه؟ سعيد في اللعب يا سيدي. تعيس في الحب للاسف. انا بقى تعيسه في اللعب. يا بختك، يعني ما دفعتيش يعني. جرى ايه؟ نسيري ادفع، فلوسك مش هتروح عليك. لا لا ما تدفعيش يا حياتي، حساب هدى ده عندي انا. تسلم لي يا طارق بيه. لا خلاص، ما دام توتي بيع الترابيزه انا مش هبطل لعب للصبح. ما هو طارق بيه الصبح مدير بنك، وبالليل البنك نفسه. صحتكم. صحتكم. ايه بقى اللي انت جايبه لنا النهارده ده يا فارس؟ البسبوسه، اصل احلام قالت لي يا بابا انا نفسي في البسبوسه، جبت لها البسبوسه. يعيش فارس بيه العظيم. ايه ده بقى؟ كيلو ولا نص كيلو؟ يا فتحيه، يا فتحيه بابا ما بياكلهاش عشان عنده السكر، وانا وانتي يا دوبك بندقها. قول بقى يا احلام تتمتع بيه كله. كله؟ كله كده مره واحده؟ ليه؟ ما تعزم اصحابها عليه بالمره. لا اله الا الله. تعالى شوف المحمر والمشمر عند جارتنا بتاعت المزيكا وهم عمالين يحولوه عندها من الصبح. طب دي ست حلوه، مش متجوزه ليه؟ يعلم الله. دي ست غلبانه قوي يا ماما. انا سمعت انها كانت متجوزه وجوزها مات في حادثه في شهر العسل، ومن يوميها وهي عايشه على ذكراه. يعني عرفت الكلام ده كله منين بقى؟ ده كلام الجيران. اه. افتكر بتشتغل ايه دي يا فارس؟ أكيد حاجة مهمة، ده كفاية الخلاوي الفظيع اللي دفعته في الشقة. ده البواب بيقول يا بنتي إنها ما ناقشتش في المبلغ اللي طلبوه، دفعته في ساعتها. مساء الخير. انا اسفه لازعاج حضرتك، بس الحقيقه التلج اللي عندي خلص. ما لقاش عندكم تلج؟ تلج ايه في ساعه زي دي يا شيخه؟ ايوه مدام هدى، عندنا القوالب في الثلاجه. ثانيه واحده. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي. انا مجرد زبون عندها، هتسالوا مدام لولا. لولا يا ابني لما الاقيها نبقى نسالها. سيرك. انا موظفه محترمه في بنك، انا معايا ماجستير. سير. صدقني انا مش من البنات دي خالص، انا من اسكندريه، جيت مصر لما اتجوزت. عمري ما كنت اعرف اللي بيحصل في البلد. اسف يا فندم، ازعجت سيادتك؟ لا ابدا، مفيش ازعاج ولا حاجه. طيب ما تتفضلوا تسهروا معانا، ده الجيران اكتر من الاهل. معلش متشكرين. كتر خيرك يا حبيبتي. اتفضلي. متشكره قوي، تعبتوكم. لا ابدا. باي باي. مع السلامه. يا خرابي. إيه إيه إيه. شفت الفستان بتاعها يجنن. إيه؟ اللي ما فكرت مره تجيب لي واحد زيه واديك مدير نيابه قد الدنيا. مدير نيابه قد ده ولا الوزير يقدر عليه؟ يا فتحيه يا فتحيه، الناس بتموت روحها على 3 جنيه، عايزين اجيب لك فستان يطلع له ب 1000 جنيه، انا داخل انام. صار ان انا هعيش واموت من غير ما البس فستان زي ده.
احلام. الو. اهلا يا مدام هدى. انت في المعهد ده؟ تعالي ما اوصلك. بس مش عايزه اعطلك. لا ابدا انا مروحه. تعالي. انت بتشاوري لحد؟ لا ابدا. ايه؟ هتخبي عليا؟ طب ده انا حسيت من اول مره شفتك فيها اننا هنبقى اصحاب. طبعا يا ريت. امال بتخبي عليا ليه؟ قولي بتحبيه؟ طالب ولا بيشتغل؟ بيشتغل. امال مستنيين ايه؟ حبنا مليان مشاكل. لا ده انت تحكيلي بالتفصيل. حكيم انا معروفه في وسط اصحابي اني حللت مشاكل. بيتك انت خربتيه بايدك. الهي يسترك الهي يسترك المولى. اتعب شويه عشان تعرف دي غلطتي برضو. انا ضروري اعزم الهانم وتشرفوني ونتعرف على بعض. طبعا طبعا يا فندم. من فضلك تسلمي عليا لغايه ما نتقابل وتبوس لي الاموره احلام. يوصل يا فندم يوصل. طبعا عن اذن حضرتك. اتفضلي. وحشتيني اكتر. لا انت نسيتني والا كنت رجعت بسرعه. انت عارفه يا احلام مسؤوليتي ناحيه عمي. راجل مربيني وصارف عليا لحد ما عملني بني ادم، فلازم كل شويه اروح البلد علشان اشوف حسابات المحل بتاعه هناك. اصلك غبت قوي. وعلشان كده اول ما وصلت طلعت على المعهد بتاعك علشان اشوفك، لقيتك راكبه عربيه قبها. مين بقى الست دي اللي كنت راكبه معاها؟ دي جارتنا الجديده، ست ظريفه قوي، قابلتني بالصدفه واصرت انها توصلني، والحقيقة كسفت اقولها تنزلني لما شفتك. المهم اخبارك ايه؟ احكيلي. مفيش جديد، اديني بكافح ومش عارف اخرتها ايه. ما قلتلك بلاش الاحساس باليأس ده، خلاص هانت وانا قربت اتخرج. نحط ايدينا في ايدين بعض ونتغلب على كل العقبات. يا ريت يا احلام، يا ريت افكارنا ما تكونش مجرد احلام. خليك واثق من نفسك، ظروفي المهببة هي اللي بتخليني أحيانا أفقد ثقتي في كل حاجة. أنت عارف أنا بموت فيك قد إيه؟ ولو بابا وماما اعترضوا هقول لهم إن ما اتجوزتوش هموت نفسي. لا. بعد الشر عليك يا حبيبتي. يعني ما شفتكش مع بابا لما رجع من البلد؟ اصل كان عندي مشوار مهم. غبت علينا المره دي كتير، وحشتنا. كان لازم اخلص كل حسابات المحل. ايه
مالك يا محمود؟ في حاجة مضايقك؟ لا أبدا، بس مرهق شوية. على فكرة جالك جواب من الشركة. يا خبر، ده لازم انذار بالفصل عشان غبت أسبوع من غير عوزة. شفت بقى؟ أهو ده جزاء اللي اتأخر عن أهله. حبايب أنا فعلا أهملت. طب ما تزعلش، أنا لما حسيت إنك أنت هتتأخر رحت الشركة بتاعتك وقدمت لك طلب أجازة مرضية باسمك. صحيح، أمال إيه الجواب ده؟ ده علشان تروح تعرض نفسك على دكتور الشركة. يا عيان يا عينة دي. أنا مش عارف من غيرك كان ممكن أعمل إيه. تتفضل تخش تستريح. مع السلامة بقى. لبن لبن. اديني كيلو ونص. اهلا يا مدام هدى، منوره العماره كلها، منوره بوجودك يا هانم. بلاش بقى، مش هتشرفيني بزياره ولا ايه؟ ضروري ان شاء الله، انا لو ما كانش جاي لي ضيوف على العشاء كنت جيت لك النهارده على طول. يا خبر، لا بقى، ده انا اللي اجي اساعدك، ده انا احب الطبيخ موت. معقوله بقى الايدين الناعمه دي تطبخ برضو؟ لا الايدين مش هتعمل حاجه، انا هجيب لك الحله البريستو تعملي فيها اللي انت عايزاه. والنبي انت قمر، وباين عليك عشرية وحبوبة، بس مش معقول برضو أتعبك معايا. لا تعب ولا حاجة يا فتحية هانم، احنا جيران، الجيران لبعضها. هو الأستاذ عبد اللطيف بس ومراته فوقية اللي احنا بنبادلهم العزايم، هما يعزمونا مرة في الشهر واحنا نعزمهم الشهر اللي بعده. أصل الحاجة بقت صعبة قوي، الدنيا بقت نار يا هدى. هو فارس ده بيشتغل ايه؟ مدير في وزارة العدل يا حبيبتي، بس مسكين بيتعب ويهلك. بس انا كمان بساعد، انا بشتغل في وزاره الاسكان، باخد 62 جنيه ونص، والحمد لله دلوقتي بقى عندنا حساب في البنك عدى ال 200 جنيه واحنا مستوره. بقى ده حساب برضه ده يا مدام فتحيه، الناس دلوقتي بتتكلم بالالافات والملايين، هي 100 جنيه تجيب حاجه؟ دي بتفكيها من هنا تطير من هنا. والله عندك حق. وادي السلطه خلصت اهو، انا هجري بقى عشان اتاخرت. تسلم ايديكي، ما تيجي تتعشي معانا. لا مش معقول. بقول لك ايه، انا عايزه اجيب لك طعم السيرفيس الفضه بتاعي، وحامله لك البازات اللي بره كلها ورد. ولزومه ايه؟ الجيران لبعضها يا مدام فتحيه. وبعدين بقى في مدام دي، ما انا بقول لك يا هدى قولي لي انت كمان يا فتحيه، ولا اقول لك قولي لي يا توحة على طول كده. انت عارفه شقتك حلوه بس ناقصها شويه تاتشات صغيره، هبقى اقول لك عليها بعدين. اصل الواحده لازم تغير في عفشها وديكوراتها علشان تجدد حياتها. يا اختي يا هدى، ده العفش دلوقتي غلي وبقى نار. فعلا، شوفي انت لما تيجي تجهزي احلام هتدفعي قد ايه؟ ما تفكرنيش يا هدى. بالعكس، الواحد لازم يواجه الحقيقه، اصل مش معقول الغلا اللي بيحصل حوالينا في كل حاجه ده. كيلو الخيار بقى ب2 جنيه، كرنبايه قد كده تدفعي فيها 3 جنيه، مش معقول. بطيخه 7-8 جنيه، بلاش ده كله. شوية جبنة وزيتون وحلاوة تدفعي 14-15 جنيه، الواحد يفتح بيته ازاي؟ وفارس بيه سايب روحه موظف. يا مدام فتحية، كل الناس إيرادها بيزيد إلا الموظفين. وهو هيعمل إيه بس؟ يا سلام، يشتغل شغلانة تانية، بيزنس في شركة من الشركات الكبيرة، على الأقل يلاقي نتيجة لمجهوده وتعبه وشقاه. طب عارفة، أنا ليا أصحاب ممكن يخلوا فارس بيه إب على وش الدنيا. معقول يا هدى؟ إيدي على كتفك يا ريت، بس إزاي؟ البلد مليانة شغل، ما تصدقيش إن الناس ما معهاش فلوس. يا فتحية حبيبتي، الواحدة مننا إن كان عليها خلاص. بس إنتي بقى عندك بنت، أحلام ربنا يحرسها لك. يوم ما تتجوز عايزين نعمل لها فرح كبير في الهيلتون، نصرف عليه كام ألف. يا لهوي، كام ألف؟ أمال إيه؟ ولا عايزة تجوزيها لموظف يشقى طول الشهر وفي الآخر يقبض ملاليم؟ لا، إحنا عندنا كام أحلام، لازم تتجوز واحد يستاهلها. يا ريت يا هدى يسمع من بقك ربنا. ما أنا قلت لك الشغل كتير، أنت بس تقولي لفارس بيه وتشوفي هيقول لك إيه. وانا بقى تحت امركم.
لسه كانت مستنيه دور عشان تخش. قلت خدها يا عسكري. اخش فين؟ خدها. انا ما عنديش فين. الشغل مالي البلد. وعلى رأي هدى المهم تحط رجلك على اول السكه. سلام يا سلام. ويا بقى اللي هتحط رجلي على اول السكه اصحابها يا اخي، اصحابها اللي بتعزمهم عندها. كلهم مراكز كبيره واصحاب شركات قد الدنيا. هي قالت لي كده بعظمة لسانها. وبعدين احنا هنخسر ايه؟ نقعد معاها ونشوفها هتشغلك فين. جريه يا فتحيه، ايه دي الاخرى اللي هتشغلني يا فتحيه؟ لازم تحاول يا فارس. يا فارس اسمع كلامي وحاول، ولا عاجبك العربيه المهكعه اللي انت بتركبها دي؟ احنا لولا عملنا الجمعية لا كنا قدرنا نبيض البيت ولا نغير البوتاجاز، كان فضل البيت يقرف. واحلام مش بقت عروسة ومحتاجة لجهاز؟ الله 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 جريه يا فتحية، ما احنا عايشين مستورين والحمد لله. ايوه بس ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. استاذ محمود، مش الاستاذ محمود برضو؟ ايوه انا. بعد اذنك عايزاك شوية، موضوع مهم. يا فندم الموضوع يخصك انت واحلام. يمكن تعتبرني متطفله بس الحقيقه احلام بالنسبه لي اخت، وانتوا موضوعكم معقد شويه. انا قلت اجي اتكلم معاك يمكن نلاقي حل. عندك مانع؟ مين حضرتك؟ انا هدى جارتها. ايه رايك نقعد في حته نتغدى ونتكلم؟ نتغدى؟ اصل انا عندي شغل تاني كتير، انا اصلي عندي مواعيد. ايه مش هتتغدى مثلا؟ ما هو انا اتغديت. ايوه عم خليفة الفراش عمل لي سندوتشين. هتاخد ايه ابريتيف؟ مين؟ اطلب لك على ذوقي؟ احسن. ادينا 2% في الاول و 2 تي بون ستيك ولدان وسلطات طبعا. تشرب حاجه؟ ايوه انا اشرب ميه ساقعه. 2 ازازة مية معدنية. وليه بس معدنية؟ اصل المعادن بتتعبني قوي. قول لي. ٢٨ جنيه جمبري مشوي؟ يا نهار اسود، ده انا في جيبي ٢ جنيه و15 قرش. رحت فتوكر، الحل الوحيد اعمل اني رايح التواليت وافك. انا قلت انها فرصه اعزمك على الغداء ونتكلم. تعزميني؟ لا 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 ما يصحش. يصح ونص. موضوع احلام ده يهمني زي ما يهمها بالظبط. احلام صاحبتي جدا هي ومامتها. بصراحة يا محمود أنا شايفة إن أنتوا الاتنين ماشيين في سكة غلط، ولو إني ما بعفكش من المسؤولية. يعني أعمل إيه؟ أكسر خزنة الشركة؟ ما حدش قال كده.
بس ربنا ادالك مخ علشان تفكر بيه. محمود انت محتاج ان انت تكبر دخلك، يعني مثلا عقد عمل في الخارج، مشروع صغير تقف بيه على رجليك. وهو فين ده؟ الظاهر بقى ان حضرتك خيالية شوية. بالعكس انا واقعية جدا. انا قدامك اهو، لا كنت افهم في العمل ولا البيزنس، لكن الحمد لله ربنا وفقني. على العموم ما تخافش يا محمود، انا هرتب لك كل حاجة، وان شاء الله احلام لازم تكون من نصيبك. احلام يا فارس بيه لازم يتقدم لها ابن وزير على الاقل. اتفضل. شكرا. وده برنامج يعني هيتقدم لها ازاي وحضرتك مجرد موظف؟ انت مش بس ساجن نفسك في الوظيفة دي وظالم روحك فيها، لا ده انت ظالم بنتك معاك كمان. ايوه قولي له يا مدام هدى، ده انا بقالي سنة اتكلم ومفيش فايدة لما صوتي اتنبح. يا مدام هدى انا مش متصور نفسي ممكن انجح في حاجة تانية، لان انا عايش طول عمري في وسط القانون وكتب القانون. والحياة كمان لها قوانين، وقوانينها بتتغير حسب الظروف. ولا انت مفيش في دماغك غير قوانين وعقوبات وبس يا فارس بيه؟ يا مدام هدى انا ما فكرتش ان انا ممكن اكون حاجة تانية. وصحيح شغلتنا متعبة، لكن الوضع الادبي له مكانته، يبقى المقابل ده عمل شريف، واعتقد ان ده صعب النهارده. استغفر الله العظيم، وهو حد قال حاجة تانية غير كده؟ بس في مليون وظيفة شريفة تخليك تكسب وتعيش غير كده خالص. ياما في وزراء ورؤساء وزراء خرجوا وبيشتغلوا في شركات. بعدين حضرتك راجل مثقف وليك خبرتك. أنا خبرتي في حدود العمل اللي بشتغل فيه من 20 سنة. ومال؟ ممكن برضو تشتغل في حدود خبرتك وعملك. وعلى العموم الرأي ليك في النهاية يا فارس بيه. هدى يا حبيبتي انت يعني مالية ايدك من حاجة؟ يعني في وظيفة معينة حاطة عينك عليها؟ طبعا انا كلمت صديق عزيز عليا جدا اسمه توفيق بيه عبد الهادي علشان ياخده في شركته. اذا فارس بيه وافق، هو عرض مرتب 600 جنيه، لكن انا ما وافقتش وقلت له مش اقل من 750 مرتب مبدئي في الشهر يا حبيبتي. طبعا ده غير العمولات، ودي لوحدها تعمل لها اولوفات كل شهر. عمولات هي شغلانه ايه بالظبط؟ مدير الشؤون القانونيه في شركه تي اتش اس. تبقى انك مضيع احلى سنين حياتك هدر، وانت كلك شباب وتقدر تشتغل وتنتج وتعمل فلوس. ارجوك يا فتحية سيبيني، ما بقتش قادر افكر. معاكي حق يا فتحية، يمكن يكون ده رزق احلام نعرف نجهزها ونجوزها شاب محترم. ايوه بس الناس تقول عليك يا فارس، وهيبتك وانت داخل المحكمة هتسيبها لمين؟ ايوه بس دي العمولات تعمل الافات، اتاري الناس عايشه واحنا مش عايشين. ما هو ياما وزراء ورؤساء وزراء خرجوا واشتغلوا في شركات، هتكون انت احسن من مين يعني؟ سيد النائب العام، تحيه واحتراما وبعد الرجاء سيادتكم قبول استقالتي، ذلك من تاريخه. الناس اللي فوق بس هي اللي بتقع وتتعور وتدوب. إن ما كنت يا فارس بيه أرفعك لفوق فوق وسيبك تقع وتتعور وتدوب تدوب وتخلص.
أنا يشرفني جدا إن يكون واحد بكفاءتك معايا في الشركة بتاعتي. الله يبارك في سعادتك يا فندم. إن شاء الله مجهوداتك هتدفع الشركة لقدام. على فكرة إحنا رتبنا لك مكتب جنبي هنا علشان تقدر تجي لي في أي لحظة. شك سعادتك يا فندم. شك سعادتك. لا العفو. ايوه جايه. عنك يا حبيبي عنك. تعالى استريح. زمانك تعبت من الاسانسير. اسانسير؟ ولا اسانسير بيتعب يا فتحيه؟ اه تلاقيكي خايفه ما نلحقش نتمتع بالوظيفه الجديده. وظيفه ايه يا فارس؟ انا استقلت يا بابا. جات لي وظيفه جديده. اتفتحت لي طاقه القدر. يا فين الوظيفه دي؟ في شركه كبيره. حجم تعاملاتها كبير قوي قوي قوي. مين اللي جابها لك؟ ما تقول. يا مدام هدى جارتنا. قاعدة التلج اياه. انت شغالك حاجة في مخك ولا ايه؟ يا بابا أنا بشتغل بقد ماهيتي أربع مرات. الله الله الله. إيه النغمة الجديدة دي يا فارس؟ ده الطموح بتاعكم؟ بقيتوا تحسبوها بالجنيهات؟ فلوس يا ابني وسخ ايدين. فارس انا طفحت الدم عشان ادخلك كلية الحقوق. وانا بصيتش نباهة للدنيا اللي انت بتبص لها دلوقتي. انت متصور انك هتطلع من الكلية على البرلمان على الوزارة تقوم تيجي بعد 20 سنة تنسى هيتك ومكانتك عشان شوية قرشينات تاكل بيهم وتلبس بيهم وتتفنطز وتعمل بيه؟ يا بابا انا هيبتي محفوظه في اي مكان اروح فيه، في الحكومه زي بره الحكومه. انت برضه هتسمع لكلام الناس الفاشله، الناس دي مش طايله، الناس دي فاشله يا بابا. يا بابا انا قدامي هم تقيل. انا اصحابي وزمايلي كلهم دلوقتي بقوا فين وانا فين؟ الوظيفه والمركز عملت ايه ده كله انا؟ عملت ايه ده كله؟ انا خايف يجي اليوم اللي مد ايدي فيه لحاجه حرام وابيع روحي وضميري وبيتي وبنتي. اكتر من كده ما انت بدات السلم اهو. يا بابا بيتهيألك بيتهيألك. انا عارف كويس قوي انا رايح فين. لا ما انتش عارف حاجه، ولا مرتك عارفه حاجه، ولا بنتك عارفه حاجه. يا فارس انت مسروق يا ولدي، انت مسروق. اسمعني كويس يا فارس، اسمعني كويس. الدنيا يا ولدي ذكرى حلوه وايد نظيفه واسم عالي. الدنيا مكانه ورفعه يا فارس. يا بابا الكلام ده كان على ايامك. كانت احلى ايام، كانت احلى ايام. لكنها راحت يا بابا، مش هيجي زيها. انتوا اللي ضيعتوها، لانكم مش قادرين تفهموا ان المظاهر مش هي كل حاجه. فارس خش انت على اوضتك، وراك بكره اشغال مهمه. يلا. الراجل ده مش عايز يشوفنا غير في الفقر، خلاص كبر وخرف. لا يا فتحيه، انا ابويا رباني تربيه سليمه 100%. اذا كان ربنا بعت لنا الوظيفه الهايله دي، مش معنى كده ان احنا نغلط فيه. فيمكن بعتها لنا من رضاه علينا. رضا الوالدين يا فتحيه من رضا ربنا. كده؟ طيب غير يا اخويا هدومك عقبال ما احضر لك العشاء. والله العظيم بحبك وبموت فيك كمان. خلاص ما دام الموضوع كده يا حليم يا اخويا. بقى انا حليم اخوك برضو يا جبان؟ خايف من اللي حواليك وعامل انك بتكلم راجل؟ انا راجل انا؟ على كل حال ميعادنا زي ما هو ان شاء الله، لكن لو فضيت الاوضه، قصدي يعني لو فضيت انا بعد شويه هبقى اكلمك تاني يا حليم يا اخويا. لحقت تفتح؟ هو مين بقى اللي لحق يفتح؟ ايه؟ صاحبتك؟ هي دي بقى اللي كنت شغاله معاها التليفون نص ساعة؟ انتوا ايه حكايتكوا بالظبط؟ ما تسألوش الا لو انا سألت؟ طيب طيب، عشان ما اعطلكيش عن مذاكرتك، عاملة ايه ليلة دي؟ نادي السينما؟ طب ما تيجي تتفرجي عليه عندي.
مستنياكي الليلة دي. فضحكي بشكل فضحاني؟ يعني ايه؟ يعني كانت بتقول اني غرقانه في شوشتك. اسمعي يا احلام، احنا بعد بكره طالعين رحله لعز ناس صحابنا قرب اسكندريه، مجموعه ظريفه جدا جدا من صحابي، هتنبسطي معاهم قوي. ايه رايك؟ جنب اسكندريه؟ مش معقول بابا مش هيوافق. خليني انا اكلم ماما وهي تقنعه، وبعدين انا معاكي مش هعرف اخد بالي منك ولا ايه؟ ويعني انا مش هعرف اخد بالي من نفسي؟ لا ازاي بقى؟ تعرفي تاخدي بالك ونص؟ بقول لو تحبي، لو تحبي ممكن يجي معانا. بس هو مش هيقدر يسيب الشغل ويجي، وبعدين يمكن لو عارف كمان ما يخلينيش اروح. جنب اسكندريه مع هدى لوحدكم؟ وازاي باباكي وافق على الحكايه دي؟ اصل بابا مقتنع بهدى جارتنا دي جدا من يوم ما جابته الشغلانه الجديده، وهي اقنعت بابا ان انا محتاجه اليومين راحه قبل الامتحان. وبعدين انا كنت فاكراك هتنبسط مش هتزعل. نعم عايزاني انبسط عشان انت مسافره؟ ازاي بقى؟ وبصراحه انا مش مرتاح للحكايه دي. ثم مين اصحاب العزبه دي ومش عرفني بيهم؟ انت متضايق بس عشان حوحشك. انت عارفه انك وحشاني على طول. لا لما سافر حوحشك اكتر، عشان تعرف لما انت بتسافر انا بحس بايه. صباح الخير يا جدي. صباح الخير. برضه ما سمعتوش كلامي؟ مسافره مع الست دي برضه؟ وفيها ايه بس يا جدي؟ ما هو بابا موافق. ابوكي؟ والله ما انا عارف ايه اللي جرى لابوكي اليومين دول. يا بنت انت لسه صغار، الدنيا مليانه بلاوي يا احلام، انا خايف عليكي. ايه الحلاوه دي؟ يا بنت فارس. يا بنت فارس. ما تخافش عليا يا جدي، تحب اجيب لك ايه معايا؟ اديني عافيتك وسلامتك. ربنا معاك يا بنتي. تصوري ان دي اول مره اسافر فيها لوحدي؟ لازم يا احلام، لازم تسافري وتشوفي الدنيا. الحياه حلوه، عمرك ما هتكتشفي حلاوتها الا اذا عشتيها. عشان كده انا دايما بعمل حفلات ورحلات عشان ابعد عن الوحده اللي هتموتني من يوم وفاة جوزي. ناس كتير بتبصلي على اني ست مش محافظة، يعني صحابي بيقولي وانا بروح لهم. صحيح كل ده ممكن يمس سمعتي، لكن الناس ظلمة. وبعدين انا عارفة انا بعمل ايه. كان لازم احافظ على حريتي، لان مفيش سعادة من غير حرية. سنين شبابنا دي الثروة اللي بنملكها، علشان كده لازم نتمتع بيها قبل ما تضيع ونرجع نندم. الحب احلى حاجة يا احلام، بس مفيش عطاء من غير مقابل. لازم الراجل اللي اختاره علشان يحبني واحبه يكون قادر انه يساعدني
مش يعذبني طول عمري بالفقر والتقاليد والسيطرة اللي ملهاش معنى. احنا وقفنا ليه؟ علشان ناخد هشام صاحب العزبة. هاي هاي، تعالى سوق انت. اتفضل يا سعادة يا فندم. عادي الشركة الهولندي. برافو، ده بقى يترجم فورا. حاضر. ما تنساش بقى تعمل لي مذكرة عشان ادخله في القرض الامريكي نستفيد بيه. حاضر يا فندم. ادي بقى يا سيدي اول عمولة هتاخدها. شاكر سعادتك يا فندم، شاكر سعادتك قوي قوي يا فندم، شاكر يا فندم. الو فتحيه، بركيلي انا عملت العقد اياه والعموله جايه في السكه. بقول لك ايه، انت بتعملي ايه في الشغل المنايل بتاعك ده اللي مش جايب همه ده؟ ها مش روحي عامل لنا اكله دسمه كده. بالمناسبه ايه اخبار احلام؟ خليك في شغلك انت وما تفكرش في حاجه تانية وحياه ابوك. اسمع بقى، انت من هنا ورايح مفيش غير شغلك وبس. ما تتصوريش كنت سعيدة قد ايه، عمري ما هنسى اليومين اللي فاتوا دول. ها ايه رأيك في الشلة؟ كلهم زراف جدا وشيك جدا، واضح انهم ولاد ناس. تفتكري مين فيهم يشبه محمود؟ انا اسفة اذا كنت فكرتك بمشاكلك، بس وحياتك كل عقدة وليها حلال. في الحقيقة كلام رؤسائك عنك بيسعدني جدا، عشان كده انا وافقت لك على الطلبين بتوعك. اولا الفتره الاضافيه اللي هتشتغلها بعد الظهر. انا في الحقيقه يا فندم متشكر قوي قوي يا فندم. وثانيا موضوع بنت عمك اللي معاها دبلوم سكرتاريه تقدر تستلم الشغل على طول، خليها تفوت على اداره شؤون الحاملين. انا مش عارف اشكر سعادتك ازاي، ربنا يقدرني وافضل عند حسن ظن سيادتك. يا ابني على ايه، ده انت ولد ابن حلال وطيب وتستاهل كل خير. اهلا يا محمود يا ابني. ازيك يا مرات عم؟ الله يسلمك. الله، ايه اللي جابك قبل ميعادك النهارده؟ خدت اذن ساعة بدري. عملت طيب. احضرنا يا سيدي وشوف بنت عمك عاملة معانا ايه. خير. هو محمود ماله بس يا بابا؟ ماله ازاي يا بنتي؟ واحنا مش عيلة واحدة ولا ايه؟ اصلي كنت بتكلم مع بنت عمك عن عريس خارج من دقيقة. بصراحة شاب تتمناه كل بنت. لكن هي برضه راسها ناشفة. رفضاه زي اللي قبله واللي قبله. معاها حق يا عمي. بشرى دي لازم نجوزها الشاطر حسن اللي خطف ست الحسن على الحصان الابيض، او مثلا يعني نجوزها الامير بتاع سندريلا، حاجه كده على الاقل. يا اخي انت كل حاجه تقلبها هزار كده. انا مش بهزر يا مرات عمي، دي البنت الوحيده اللي حلتنا ولازم نجوزها جوازه كويسه. وبعدين بصراحه بقى انا مش عارف استحمل دلعها ده لحد امتى.
محمود كان ناوي يقول لنا حاجة يا بابا وانت قاطعته. هيا محمود، كنت عايز تقول ايه؟ أخيرا يا ستي المدير وافق على الطلب اللي قدمناه، واحد يشتغل في الشركة. صحيح يا محمود، ده أنا كنت خلاص يأست بعد ما فات شهرين على الطلب ده. مبروك يا بنتي، أديكي خلاص هتبقي موظفة ومالكيش أي حجة. بعد كده أول عريس هيجي هوافق عليه على طول. مش كده ولا إيه يا محمود؟ تاني يا بابا هتاخد رأي محمود؟ أنت مش عايزة ياخد رأيي ليه؟ هو أنا مش أخوكي؟ إن شاء الله بكرة هنفرح بيكي كلنا. وأنت أخرى حضري لي سجادة الصلاة. أنا كنت طالعة أشكرك. على إيه بقى إن شاء الله؟ ما هو ليه اهتمامك بيا؟ ما كنتش فكرت تشغلني في الشركة معاك. ده أقل واجب أقدمه لعمي. وإيه الشياكة دي كلها؟ أنت رايح حفلة ولا إيه؟ لا ده سر، هقول لك عليه بعدين. بشرى، إيه اللي خلاكي ترفضي العريس الأخراني؟ أنا رأيي تفكري تاني ما دام عاجب باباكي. لا ده سر، هبقول لك عليه بعدين. خد يا حبيبي الكوفيه حطها حوالين رقبتك، الدنيا بره بارده. هو مش وقت يا فتحيه امال؟ يا فارس، احلام ما جاتش من الكليه ليه؟ فعلا يا بابا هي اتاخرت بصحيح. الكوفيه. طيب لما تيجي احلام اساليها شوفيها اتاخرت ليه؟ الحاجات دي سيبها عليا انا، احنا محتاجين اعصابك هاديه عشان تعرف تشوف شغلك. اتكل انت على الله. السلام عليكم. مع السلامه. اعصابه يا اختي اشغال هي لما يسال عن بنته. ما تخليك في حالك انت راخر. اللهم طولك يا روح. ليك اخبار هينه. قول فرحني عشان انا كمان عندي اخبار. الاستاذ اللي بيكلمك دلوقتي بقى به كبير قوي. الشركه بتاعته محتاجه لعبقريته لدرجه انه هيشتغل كل يوم بعد الظهر كمان. ايه ده؟ ومرتبي هيزيد 16 جنيه في الشهر. يعني هقدر اروح اكتبك رسمي من عم فارس. كده مره واحده؟ مره واحده ونص. أنا يا حبيبتي مستعد علشانك أشتغل ليل ونهار. أنا لازم أختصر الزمن وأقصر المسافة وأخطبك رسمي في أسرع وقت. ها رأيك إيه بقى في الأخبار دي؟ ما قلنا لك تشتغل في الأعمال الحرة يا أخي. هو ده الحل الوحيد عشان تجيب فلوس زي الرز. يا حبيبتي الحكاية مش بالبساطة دي. الأعمال الحرة محتاجة لرأس مال في الأول. وأنا ما معيش حاجة. لكن إن شاء الله لما أضاعف إرادي هنقدر نحقق حاجات كتير قوي. يعني ممكن مثلا في الأول ندفع عقود أوضة النوم. بالنسبة للتلاجة والبوتاجاز والحاجات دي خطوة خطوة. المهم انك انت تبقي معايا. مالك يا حبيبتي؟ لا ابدا، بس بفكر هنتقابل ازاي بعد كده وانت هتبقى مشغول طول اليوم. زي ما اكون ارتكبت ذنب اني هشتغل فترتين. خلاص يا احلام، نتقابل كل يوم جمعة يوم اجازتي ونقضي اليوم كله سوا. مش ممكن لانه يوم اجازة بابا، وطبعا مش هقدر في وجوده اخترع كل مرة سبب الخروج. محمود انا جات لي فكره، ايه رايك لو نتقابل عند هدى بعد ما تخلص شغل؟ ايه؟ هي مش هتقول لا، بالعكس هترحب بينا لانها بتحبني قوي. بتفكر في ايه؟ مفيش حل غير كده. هدى ست بسيطه قوي وعارفه كل حاجه عن حبنا ومتحمسه لنا جدا. ايه رايك بكره الساعه 9 بالليل؟ مش عارف. اهلا يا استاذ محمود، اتفضل.
شافك وانت داخل العمارة. تحب تشرب حاجة؟ لا متشكر قوي مش لازم. ايه ده؟ ده انت أول مرة تزورني. انت بخيل ولا ايه؟ طيب إذا ما كانش فيها تعب أشرب شاي. معقول يا محمود؟ روقت شاي برضو؟ ايه رأيك؟ انت عايزني أقول عليك ايه؟ بس أنا عمري ما شربت الحاجات دي. ومن حسن حظي إنك هتشربها معايا لأول مرة. صحة أحلام. صحة أحلام. الدنيا بقت صعبة قوي. كان زمان أي واحد يحب واحدة يتجوزها تاني يوم لو عايز. كانت المسائل بسيطة وسهلة. دلوقتي الشقة محتاجة لثروة. الواحد ما يعرفش يمشي في البلد من غير عربية. والعربية هي كمان محتاجة لها كذا ألف. ولا بقى لو الواحد خلف من أول سنة بالذمة هيربي العيل ازاي؟ انت عندك عيال؟ عملتي طيب؟ ايوه أحلام قالت لي إن جوزك الله يرحمه عمل طيب. لا أنا آسف. أنا هندهلك أحلام حالا. صح صح. ثانية واحدة. متسمعش كلامي وما تجيش. ما تتصورش انا مبسوطه قد ايه دلوقتي. ما تتفضلي ترتاحوا. ما اظنش اني هقدر اقعد، اصل بابا جوه بيشتغل وماما لسه قصاد التلفزيون وخايفه التزهق وتطفيه وتيجي تقعد معاك لغايه ما بابا يخلص شغل. يبقى امشي انا بقى. لا استنى ربع ساعه كمان يمكن اقدر اجي برضه. واذا ما قدرتيش هشوفك امتى؟ مامتك وباباكي هيبقوا مشغولين في الحفله اللي هيعملوها لتوفيق بيه. يوميها تعالي قبليه هنا. عمري ما هنسالك جمالك دي يا هدى. ما تيجي نغير المكان علشان نكسر المال. اتفضل. ده جميل قوي. اللي هو ايه؟ الفستان. فستان؟ انت دمك خفيف قوي. بالعكس يا فندم، ده حضرتك. ايه الحكايه؟ انت عارف بتقول لحضرتك وسعادتك ومعاليكي. أنا إنسانة بسيطة جدا، ما بحبش الكلفة، وباخد على الناس بسرعة. أنا مش عارفة ليه استريحتلك. تعرف يا محمود، أنا من يوم ما مات جوزي في حادثة، وأنا فقدت الأمل إني ألاقي حب جديد، علشان كده بطلت أدور عليه. ولا أنت إيه رأيك؟ انت ست عظيمة قوي يا مدام هدى. عظيمة يعني ايه؟ يعني محترمة وجميلة قوي. وايه كمان؟
بيحبوكي. مش مهم اللي بيحبوني، المهم انا عايزه ايه. ايه اللي بتعمله ده يا استاذ محمود؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا اسف. اشرب الكاس بتاعك. ارجوكي ارجوكي تنسي كل اللي حصل. انا كمان هبقى سعيده قوي اني اشوفك مع احلام في ميعادك الجاي. مع السلامه. كنت عند واحد صاحبي. وانا كنت قاعده هتجنن على تاخيرك ده. احمد ربنا ان بابا مسافر البلد النهارده، والا كانت تبقى مصيبه لو شافك بالشكل ده. وانتي ايه اللي خلاكي تستنيني لحد دلوقتي؟ انت عارف ان انا دايما بستناك. بستناك يا محمود عشان اطمن عليك. انا مش عارفه انت هتروح الشغل ازاي الصبح وانت بالحاله دي. انا هطلب لك اجازه وانا هناك. لا 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 لا، انت تصحيني الصبح في الميعاد وانا ايه بقى؟ انا وانت هنروح سوا. طب يلا نام، مفيش داعي تغير هدومك، ابقى غيرها الصبح. مش عايز حاجه؟ سنتين. شفت بقى؟ شفت لما مشيت ورايا كسبت ازاي؟ قصدك لما مشيت ورا هدى؟ عندك حق. سلام، ربنا يديها على قد نيتها. يا رب يا رب. بقول لك ايه؟ انا جبت الورقه والقلم اهم. يلا قول لي بقى عايزه ايه؟ شوف بقى يا سيدي. خد بالك مني كويس. ورايا كده اهو. يلا اول حاجه. ايوه. نغير الانتريه. انتريه. تاني حاجه نلزق ورق حيطه في الصاله. كويس. هدى قالت لي على واحد بتاع زرع كويس، نجيب منه حوضين. حوضين زرع، اتنين حوض زرع. وانت بقى حبيبي. نعم. لازم لك بقى بدلتين شيك كده. صح، اتنين بدلة شيك. وانا فستان سهرة. واحد فستان سهرة. بقول ايه؟ بقول لك ايه؟ ابويا بقى نجيب له عبايتين. عبايتين ايه يا فارس؟ ليه؟ احنا بنحضر عشان الراجل اللي جاي لنا، تقول لي عبايتين. وانا يعني لو كنتش هقابله كنت طلبت فستان سهرة. أرجوكي تسامحيني يا بشرى، موضوع أحلام زي ما حكيت لك ملخبط دماغي خالص. سنين الحرمان الطويلة عمرها ما قضت على حلمي بالجواز من أحلام. ما بترديش عليا ليه؟ لسه زعلانة مني؟ لكن قصدك على موضوع امبارح، أنا خلاص نسيته. يا سلام، ما تتصوريش أنت ريحتيني إزاي؟ شلتي على صدري هم كبير قوي. المهم انك ترتاح من غير ما تعرف اللي تشمين على صدرك ده راح فين. انت بتعيطي ليه يا بوشه؟ في ايه؟ ولا حاجه، انا بس عايزه اروح عشان ما اتاخرش. يعني هتفضلي بنت عمي وصاحبتي اللي بطمن لها طول العمر واحكي لها كل حاجه؟ ان شاء الله. اهلا يا هشام، ازيك؟ ايه الشياكة دي؟ زي القمر. حفلة حلوة؟
ويا ترى عملت لنا ايه شغلانه فريده؟ جميل. اتفضل اتفضل يا توفيقي. مش معقول نفس السيجاره اللي بشربها. ايه ده؟ عرفتوا تجيبوه من مصر ازاي؟ والله فارس دخل عليه السبع دخات بس بقى كان مصر عشان عارف ان حضرتك ما بتغيرهوش. انا شاكر جدا يا استاذ فارس. دي اقل حاجه يا توفيق بيه. على الله فارس ما يكونش مقصر رقبتي معاك يا توفيق بيه. بالعكس حضرتك قدمتي لي هديه عظيمه جدا. امال ما بتسفروش ليه؟ مش تبعته يعمل لك صفقات اكبر شويه يوريك فيها همته؟ انت برضو مش عارف تستفيد بمجهوداته وبطاقته كما يجب. انت بتقولي فيها؟ النهارده الصبح كنت لسه بفكر له في مهمه في اوروبا. لو نجح فيها هيكون مستقبله عندي في الشركه ملوش حدود. انا شخصيا واثقه فيه 100%. ربنا يخليك يا هدى هاني، ربنا يخليك. ربنا يوفقني وافضل دايما عند حسن ظنك يا توفيق بيه. خبر؟ معقول كاسك فدي وانا واقفه كده زي قلتي؟ لا ده انا اجيب تلج. ثواني ثواني اجيب تلج. ازاي تقولي كده؟ انت زي قلتك؟ حرام عليكي، ده كفايه اهتمامك بيا. انت عارفه كلامك اثرني يا فتحيه. انا ده بس من ذوقك. بذمتك مش جو الازمه اجمل؟ يا احلام معقوله فين مزيك؟ حالا. شكرا شكرا. عفوا يا فندم. اتفضل. الف شكر. تمام كفايه كده. كاسك فين؟ انا اهو كاسي اهو. والهانم كاسها فين؟ انا جاهزه. حاضر حاضر. عيل برافو. في صحتكم. صحتك يا فندم. ماما انا بقى ما اعرفش ارقص عمري ما رقصت. لا ها ما راح تسافر بره ازاي؟ ده انت ممكن تمضي العقد مع العميل وانت قاعد جوه ديسكو. يلا يا بابا ماما. يلا 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 يلا. ايوه ايوه ايوه. على المزيكا بقى. على المزيكا. انا اتعلمت خلاص. مش كده. لا لا مش كده. طب طب ايه استنى. انا خليك زي ما انت. تعالي 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 بقى. اتعلمت الرقص دلوقتي. تعالي بقى معايا. بصي امشي بقى معايا. واحد اثنين. واحد اثنين. دي سهله اهي. انت ترقصي كويس كده اهو. طيب ايوه انت عارف انها واحد اثنين. تعالي معايا. الاتيكيت كده. ها؟ انت ست مدهشة يا فتحية. أنا سعيدة قوي بنجاحك يا فارس. بس أنا من أول مرة شفتك فيها حسيت إنك إنسانة حساسة ولماحة. وأنا من أول مرة شفتك فيها حسيت إن جواك حاجات كتيرة قوي عايز تحققها. ايه المسخره دي؟ نازل يدك انت هو بلاش كلمة حق. عشان انت تفوخك مرتك في حضن الراجل شايفها بعينيك وساكت. اتفضلوا العشاء يا توفيق بيه. انا لما بشرب ما بتعشاش يا فارس. غير كده انا لازم انزل دلوقتي حالا. اشوفك بكره في المكتب. عجبك المصيبة اللي انت عملتها دي؟ مصيبة انت اللي عملتيها يا جارة السو. لكن لازم تفهمي ان مفيش مساخر زي دي تحصل هنا. ده بيت مش كباريه. تالي يا دوب شاكرين قوي. مع السلامة. يلا بقى يا جماعة. مش عارف كل ده حصل ازاي. انا اعصابي فلتت مني بصراحة. كلام ابويا هزني
واحنا مش واخدين على الحاجات دي رقص وشرب. ايوه بس انت كده هديت كل اللي عملناه علشانك وعلشان مستقبلك. انت اهنت الراجل في بيتك ده، انت طردته. طردته؟ لا انا ايوه يا اخويا ايوه طردته. لا فتحية، انت اصلك راجل ودن. إيه؟ اي حاجه يقول لك عليها ابوك تروح منفذها على طول. فتحية شوف بقى، انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده، انا هسيب لكم البيت وامشي. ايه ماما؟ لا 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 يا حبيبتي، ده كلام؟ تسيب البيت ازاي؟ ده بيتدخل في صميم حياتنا يا هدى. معلش اصل بابا الحاج راجل كبير ويمكن يكون له وجهه نظر. الله يكون في عونكم، تصبحوا على خير. اتصلت بيا في التليفون الساعة 4 صباحا وقالت لي انها اتعرضت لإهانة عمرها ما اتعرضت لواحدة زيها في حياتها. عندها حق طبعا. قعدت اعتذر لها أكتر من نص ساعة بالنيابة عنك طبعا. بصراحة أنا كنت بقول لها كلام أنا شخصيا مش مقتنع بيه. قالوا أنا اللي كنت محضر لك سفرية لأوروبا. يا فندم أنا موجود. ألو. أهلا يا هدى. وحشتيني. ايوه ما عندي اهو، ما انا لسه كنت بتكلم معاه. انا لغايه دلوقتي مش قادر اتلم على نفسي. على رايي بقى شوفي، اذا حبينا نعمل حفله تانيه تكون عندك انت يا هدهود. انت شايفه كده؟ والله انت طيبه قوي. طب عشان خاطرك انت وبس. ما انا عارفه، متشكره توفيق بيه، جمالك كتير عليا. طب يا روحي، اوكي، باي باي. ايه رايك بقى يا ستي؟ كله تمام، اطمني. ربنا يخليكي يا اصيله، ولا يحرمنيش منك ابدا. ميرسي يا روحاني. بشوف يا فتحيه، انت لازم تفهمي فارس ان الحاج الكبير مش لازم يتدخل في كل كبيره وصغيره في حياتك. اسكتي اسكتي، ده مطلع روحه واقف لنا زي العقده في الزور. لا 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 يا فتحيه، مش معقول كده. انتوا دلوقتي في حياه تانية مختلفه، ستاندر عالي خالص، ولازم انت كمان تطلعي روحك من القمقم اللي انت فيه. عندك حق، بس اطلع من القمقم ازاي؟ تبقي حره تعملي اللي انت عايزاه، تعيشي حياتك، تدوقي طعم الدنيا. أرجو يا فندم اللي حصل ده ما يكونش سايب أثر عند سعادتك. أوعدك يا فندم إن أنا هموت نفسي في الشغل عشان أثبت لك حسن نوايا يا فندم. خلاص يا فارس، حصل خير. يعني حكاية السفر دي ماشية يا فندم؟ ده الحقيقة كده يا فندم إن سعادتك مش زعلان مني ولا حاجة؟ طب يا فارس، اعمل حسابك هتسافر الخميس ولا الجمعة، لأنك لازم تكون موجود هناك قبل يوم الأحد. أنا شاكر يا فندم، شاكر سعادتك يا فندم، شاكر قوي 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 يا فندم. قهوة انما ايه؟ تجنن يا جدي. تسلم يدك يا احلام، تسلم يدك. يا واخدة التليفون رايح على فين؟ ابدا، اصل الترابيزة مش سايعة خالص الصينية. الو محمود، وحشتني وحشتني قوي، هتجنن عشان اشوفك. وانا كمان. احلام انا عندي كلام مهم قوي عاوز اقوله لك. لا عند هدى دي لا، ده انا حتى كنت عايز اقول لك ان هدى دي بلاش منها خالص، علشان كده وخلاص. هي ما عملتش حاجه ممكن تعمل، قصدي يعني بلاش منها وخلاص. احلام انا ممكن اعتذر النهارده عن شغلي بعد الظهر وقابلك. احنا لازم نشوف حل بسرعه يا احلام، بسرعه يعني النهارده قبل بكره. ايه ده، عمري ما شفتك متحمس كده. اخيرا سمعت كلامي وطردت الياس اللي كنت غرقان فيه. انا مستعد اقابل باباكي واشرح له بهدوء. يا عمي انا مرتبي كذا، انا عارف انه بسيط لكن في اوفر تايم كذا، نقرا الفاتحه ونتخطب سنتين، وهاخد سلفه من البنك بضمان مرتبي، هدفع مقدم الشقه خلال سنتين، تكون انت اتخرجتي واشتغلتي
نكافح سوا، الكفاح ده هيخلينا نحب بعض اكتر ونبني نفسنا وبيتنا بحب واصرار. انا بموت فيك، ثم اننا بعد ما نتجوز بابا هيلاقي نفسه امام امر واقع واكيد هيساعدنا. يبقى سيبينا يا ابلو. يا ابني كل دي تهيؤات شباب، وبعدين انا متاكد ان مرتبك يا دوبك بيكفيك. انت تقول لي هنشوف شقه ونكافح، هتكافح بايه يا ابني؟ يا فندم وبعدين دلوقتي احلام يا ابني بقت واخده على مستوى صعب جدا انها ترجع تكافح من اول وجديد. وانا يعني كنت بعلمها عشان يجي واحد يبص لماهيتها وتكافح معاه من اول. بقول ايه يا ابني؟ انا شايف انه لسه بدري، ها؟ فرصه ثانيه ان شاء الله. مع السلامه. ايه اللي عملته ده يا بابا؟ مش معقول. زحلقة المكافح يا حبيبتي، احنا كافحنا زيه زمان لما تعادمنا كفاح ولا طلعناش بنتيجة. هو ده اللي ينفذ العملية اللي كنت قلت لك عليها. بس انت مطمنة له يا ده؟ 24 قراط. يعني انسان بيحط مناخيره احيانا في حاجات مالوش فيها. ما تخافش، خلي قلبك جامد واسمع كلامها دود، مش هتندم ابدا. ها؟ في صحتها دود. روحة هاتي لي البلوفر البني والنبي. ما انا حطيت لك الكحلي والبيش كفايه. كفايه قوي. اجيب شنطه اوراقي بس. انا كتبت لك كل الحاجات اللي انا عايزاها. اه الفرير بالذات اوعى تنساه. باروكات، برفانات، فساتين، كومبينات، انا هفهم في الحاجات دي يا توحي. هفهم. ده انت تفهم في كل حاجه يا فرفوري. ما تنساش الفيديو اللي طلبه توفيق بيه. الله، ده مدير مكتبه هناك هو اللي هيسلموني بايده. بقول لك ايه؟ انا اتقصت يا توحي وعرفت ان العمليه دي وراها عموله تطلع لها بين 15,000 و20,000 دولار. اه ايه؟ اه قلبي هيقف. طبعا هتجيب لهدى هديه. الله ويدي تفوتني برضه، ده معقول؟ ومش تسال عمي يمكن يكون عايز حاجه هو كمان. اصيله والله العظيم اصيله يا توح، ربنا يخليك ليا. فلوس الله. انا مسافر خلاص يا بابا، حضرتك تؤمر بحاجه اجيبها لك معايا؟ خد بالك من روحك يا ولدي، ما تسيبش روحك للشيطان، البلاد عويدها غير عويدنا، هيقولوا عليها حرية وكلام فارغ. يا بابا أنا مش صغير بس حضرتك لا مؤاخذة يعني مش قادر تفهم الحياة الجديدة. الناس في أوروبا عارفة تعيش حياتها، البني آدم له قيمة والدقيقة ليها تمنها والحرية ليها معنى. أنا إيه بقى الحرية عنديهم يا سي فارس؟ الواحد يديهم مرته يترقصوا معاها؟ مش الفكرة يا بابا، ده معناها ان الواحد يبقى حر في تصرفاته وما يأذيش حد. احساسهم بالحريه ده هو اللي خلاهم يحققوا التطور السريع ده. هو ده اللي كان مخوفني، الوظيفه الجديده قلبت كيانك. بالعكس يا بابا، شغل الجديد محتاج لحركه، لانه مش مجرد وظيفه باخد عليها مرتب وخلاص، يعني مش زي شغل الاولاني. اللهم صل على رسول الله. شوف يا فارس يا ابني، اسمع كلمتين من راجل مودع، فقدنا ايماننا هو ده اللي مضيعنا، الجشع ملع عقولنا وقلوبنا، الرضا لمن يرضى يا ابني. عايز ايه اكتر من اللي انت فيه ده؟ عايز اعيش زي الناس ما عايشه. الناس الغرقانه في الفلوس دي احسن مني في ايه؟ قول لي. بني ادم يا ابني بيتولد طفل قابض ايديه كانه ماسك كل حاجه جواه، ولما بيموت بيفرد يده ما بياخدش حاجه معاه. يا فارس خلاص ليك عليا، لما اموت هبقى افتح ايدي عشان اسيب كل حاجه، لكن دلوقتي لازم اقبض فلوس. انا هعمل مستحيل عشان اجيب فلوس. وعوايدنا وتقاليدنا يا سيدنا البيه. تقاليدنا كانت فين التقاليد دي لما ميت الخدامه بقت اكبر ميت استاذ الجامعه؟ كانت فين؟ كده ما يرضى عنك يا ولدي. صباح الخير. اهلا يا هدى، صباح الفل، اتفضلي. ميرسي. في
فارس بيه سافر بالسلامة؟ سافر يا حبيبتي، طيارته كانت الساعة 9 الصبح. إن شاء الله تشوفيه بألف خير. كتر خيرك ميرسي. بقولك إيه؟ أنا كنت عايزة أحلام تسافر معايا يومين في عزبة ناس أصحابي. تسافر؟ أصلها حكيت لي على اللي حصل بين باباها وبين الشاب اللي جاي خطوبة. اسكتي، حتة واد كحيان ولا يسوى. أنا ساعتها قلت لنفسي ياما هدى قالت أحلام ما يتجوزهاش أقل من ابن وزير. معلش بس هي متضايقة، سيبيها تيجي ترفع عن نفسها شوية. طيب بس تاخد كتبها معاها، أصل الامتحان قرب قوي. معاكي حق، وأنا عايزاكي تطمني عليها خالص. إيه؟ هو أنا لو ما كنتش هطمن عليها وهي معاكي، هطمن عليها وهي مع مين؟ بشرى صباح الخير. صباح الخير يا محمود. انت اتفضلي اتفضلي اقعدي اتفضلي. تشربي شاي؟ انت كنت فين يا محمود؟ كنت عند واحد صاحبي سهران معاه، خدنا الكلام وبعدين لقيتني ماشي في الشارع لحد الفجر ما طلع. ده انا حتى ما كنتش ناوي اجي الشغل بس ما لقيتش حاجه اعملها. انا كنت جايه اقول لك اني عمك بيسأل عليك. عمي؟ هو رجع من البلد؟ أيوه. خش. أنا كنت عاوز أتكلم معاكي بعد الشغل. مش هأخرك لأن عندي فترة مسائية. أنت مش راجع البيت النهاردة كمان؟ لا لا، إزاي راجع طبعًا. بس كنت عايز أتكلم معاكي. إيه رأيك نتغدى في مكان قريب؟ ما دام شفايفك ضحكت تبقي موافقه. اختاري انت بقى المكان. خلاص انا عليا المكان وانت عليك الدفع. ايه مالك؟ ايه يا محمود انت فين؟ طلبتك اكتر من مره وسبت لك خبر مع زميلتك، ما بتردش عليا ليه؟ عايزاك في موضوع ضروري. اقدم لك بشرى بنت عمي و اهلا. عايزه اتكلم معاك، تعالى نقعد في حته. طب عن اذنكم انا علشان اتأخرت. لا لا انتي هتيجي معانا، قصدي يعني ما تضغطش عليها يا محمود، يمكن اتأخرت صحيح. فعلا بلاش تضغطوا عليا اكتر من كده. عن اذنكم بقولك تروح معانا الفيوم، هنقعد هناك 4 ايام. يا ريت. طبعا مستحيل، وحتى لو قدرت ايه الفايدة؟ ابوكي بقى عارفنا وهيبقى رايمنا كويس ومش هيديكي فرصة. ابويا زمانه في اوروبا دلوقت، انا مسافر مع هدى يا استاذ. مش كفاية السفرية اللي فاتت؟ انت بقيتي تاخدي المسائل باستهتار غريب قوي. انت اللي بتتكلم ولا جدي؟ انا كنت فاكراك هتنبسط من رحله زي دي، على الاقل فرصه نبقى مع بعض. وشغلي؟ شغلك؟ انت اصلك مش دريان بالهلاك اللي بتعمله في نفسك ده عشان كام جنيه زياده. انا قلت لك هدى هترتب لك كل حاجه. وانا بحذرك من السفر معاها او حتى استمرار علاقتك بيها. مش فاهمه انت بتكرهها كده ليه؟ اولا عايشه لوحدها. ثانيا بتتصرف بحريه غريبه جدا. وبعدين بقى الحرية ليها حدود وقيود. والعلاقة اللي بيني وبينك دلوقتي تسميها ايه؟ انت عارفة حدود علاقتنا مع بعض كويس. بس الناس ممكن تتكلم عننا زي ما انت بتتكلم عن هدى دلوقتي. يعني اللي شفنا سوا مع بعض دلوقتي يقول ايه؟ شفت بقى انك بتظلم هدى؟ على العموم اذا كنت انت مش قادر تتحرك عشان تلاقي وظيفة، انا بقى اللي هلاقيها لك وبرضه عن طريق هدى. أمال الباقي فين؟ هما مش جايين ولا ايه؟ انتوا علمتونا اشرب وده اكبر غلط. اشربي في المناسبات بس زي كده. يعني انا مثلا بقالي مده بشرب سنين، لكن لما يكون في مناسبه بالطريقه دي لا اتعود عليه ولا ابقى مدمن. برافو عليك. انت
كنت شغال ايه؟ في التجارة. ياه قد كده مربحة؟ طبعا. بس اكيد محتاجة رأس مال كبير. ابدا، شوية ذكاء وعلاقات. بس انا شايفة ان في ناس اذكياء كتير لكن مش اغنية. زي ما تكوني بتتكلمي عن حد معين، صديق، خطيب، ولا حبيب؟ تقدر تقول كل دول مع بعض. ممكن اساعده لو عاوزه. صحيح طبعا عايزه. ازاي؟ زي الناس. بس مفيش راس مال. انا قلت لك قبل كده العمليه محتاجه لذكاء وعلاقات. ها كلمتيه عن الموضوع ايه؟ لسه بيقول انه هيساعدني فيه. معقوله؟ لا يا ده انا شايفه ان انتوا اتفقتوا. هقوم اشوي لكم اللحمه، عامله لكم اكل يجنن. انت حاطط برفان نوعه ايه؟ برفان نوعه احلام. هقف جنب حبيبك واساعده واخليه يشاركني في شغلي كله. وهيبقى عنده شقة وفلوس ومركز وبابا مش هيقدر يقول له لا. طبعا، وهتخرج بيه معاه وهيمسكك بين ايديه ويبوسك يقول لك بحبك بحبك. مليون ازاي؟ انا مش برضه يجيبوا 3 4 مليون. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده مش بتاعي. هو ده الفيديو. مش معقول. طب اتفضل معانا على المكتب. اتفضل. تعالى ورايا. للاسف الاخباريه اللي وصلتنا طلعت مظبوطه. دي عمليه تهريب ثابته 100%. يا فندم انا ما عنديش فكره على الماس ده خالص. انا ما اعرفش عنه حاجه ابدا. أنا متصور إن ده مجرد جهاز فيديو، ما أعرفش إن في حاجة جواه أبداً، والله العظيم ثلاثة ما أعرف إن في حاجة جواه أبداً. معلش معلش. في التحقيق تبقى تقول مين اللي إداهولك، ومين بقية أعوانك، وبتشتغل حساب مين؟ طيب خد الألماس ده كله، أنا مش عايزه، ونعمل محضر مصالحة. محضر مصالحة إزاي يا فارس بيه في عملية التهريب؟ ده أنت يا سيدي العارفين. هتضطر تقعد معانا شوية يا فارس بيه. لغاية لما نستكمل الإجراءات.
بالعكس يا توفيق بيه، ده انت بتوحشنا قوي. طبعا ده زي بيتك بالظبط. يوحشك ده يا مجنون. ده انت تؤمر. هو احنا بديك الساعة، المهم رضاك علينا. اقفل السكة، اقفل السكة اللي طربك فوق دماغك. نعم زي ما تحب. طيب اوكي، باي باي، مع السلامة. بكلمك ليه كل شوية؟ عايز منك ايه وعارف ان جوزك مسافر؟ ايه فيها ايه دي؟ بيطمن علينا، حصل ايه؟ ياه ياه ياه، يبقى هو اللي مسافر جوزك عشان يخنقك الجو، مش كده؟ يا نهارك اسود. وينك يا فارس يا وينك؟ بيتهمني بالخيانه، بيطعني في شرفي. بقى يا حق حق. ايوه مخه بيصور له ان انا على علاقه بتوفيق بيه. شوف لك حل مع ابوك اللي خرف ده. انا خرفت يا فتحيه؟ اخص عليكي، احكي له على التليفونات اللي شغاله كل يوم واخرهم من ساعه. احكي له تليفونات كل يوم. ايه انت الاخر هتفكر في الافكار السودة دي؟ هتدخل مش ناقص مشاكل. انا خلاص انتهيت انتهيت، انا بقيت مجرم متحبس. بعد ما كنت بدافع عن القانون بقيت مهرب مهرب. انت بتقول ايه يا فارس؟ ايه اللي حصل؟ النجل بتاعك انت وهنا توفيق الزفت كان مهرب الماس في الفيديو، مسكوني دي في المطار. مسكوك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. انا خرجت الكفاله من المطار لكن مفيش فايده مفيش فايده. التهمه ثابته عليا والتحقيق هيضيعني. انا عملت ده كله عشانك انت، عشانك انت بالذات. انت قاعده هنا اخر حاجه كنت بتفكري فيها كرامتي. فارس فارس احنا دلوقتي في مصيبه. شيل من دماغك الافكار السوداء اللي قالها ابوك دي عشان نعرف نفكر كويس ونشوف هنتصرف ازاي. انا لازم جرجره معايا في التحقيق، انا لازم اضيعه قبل ما يضيعني. لو انهم مش هيعرفوا يثبتوا عليه حاجه ممكن يطلع منها زي الشعره من الحقيقة. يبقى لو فضل بره احسن، يمكن ينفعك. توفيق معارفه كتير وكلهم مراكز كبيره. خلاص وصلت اللي انت عايزه يا فارس، هو ده الطموح. هديك بقيت مجرم قدام الخلق كلاتها وبنتك مش عارفين ايه اللي جواب، قافله على روحها الباب وعماله تبكي. يا بابا كفايه ارجوك، انا مش ناقص. استغفر الله العظيم يا رب، امتى الارض تنشق وتبلع لي بقى؟ انا اقتنعت يا هدى، كلام احلام اقنعني. واديني جاي دلوقتي علشان ارجوك تساعديني. حطيني على اول الطريق وانا عليا الباقي. اللي عملتيه مع فارس بيه اعمليه معايا. اخيرا سمعت الكلام؟ وحاسمع الكلام على طول. بعد ما شفت فارس بيه ده ايه؟ انا من دلوقتي تحت امرك. ولو عايزاني استقيل اعتبريني قدمت استقالتي من دلوقتي. تعجبني. ايه؟ هشتغل في نفس شركة فارس بيه؟ لا لا. ده انت هتشتغل شغل تاني. مين؟ انا احلام. افتحي يا هدى. في ايه يا احلام؟ هشام يا هدى، هشام. مش فاهمة، إيه اللي حصل؟ هقول لك إيه بس يا هدى، هقول لك إيه؟ ضغط عليه في وقت كنت محتاجاه له خالص، ولما لقيته كل اللي عمله إنه وداني الدكتور. ما تتصوريش كان منظري إيه قدام الممرضات وكلامهم واصل لوداني. بعد ما دفع حساب العملية سابني ومشي. عملية؟ عملية ايه؟ عمل عملية توجير يا هدى، انا خلاص مش عايزة اعيش، عايزة اموت حالا، عايزة اموت، عايزة اموت. اسود مش ممكن، مش ممكن. مش عارفة اقابل محمود ازاي واقول له ايه. ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ ردي عليا، ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ انا تعبت خلاص. مستحيل مستحيل مستحيل. انت السبب في ده كله، انت السبب.
لا حلم ولا علم يا ولد حلم. مصيبة وطربعت على نفوخي. مصيبة وطربعت على نفوخي. أنا قفشت في المطار بالفيديو بتاع توفيق بيه. كان فيه ألماس. أنا بدور عليه في بيته ومكتبه مش لاقي. مش لاقي. وإيه المطلوب مني؟ أنا في عرضك. أنا في عرضك. عرضك بتقول لتوفيق. أنا لغاية دلوقتي ما جبتش سيرته في التحقيق. ما جبتش سيرته. خليه يجي يقول كل حاجة بصراحة. ده شرفي. ده شرفي يا هدى. أنا ورايا عيلة. أنا لو ضعت يبقى ضاعت بنتي ومراتي وأبويا. ما يضيعوا. ما يضيعوا يا أستاذ. وما يعني أحسن من مين؟ ما أنا قدامك أهو. زي الفل. بس أنا بقى ضعت من زمان. ثم تعالى هنا. لما انت عارف معنى الشرف والعيلة، امال انا ما صعبتش عليك ليه وانا بقول لك الكلام ده؟ يا فارس بيه، يا وكيل النيابة. وكيل النيابة؟ انا مش فاهم حاجة. انت قلت لي انا؟ ده انا حطيت على رجلك بوستها. ده انا غسلت جزمتك بدموع عينيا. وانا عمال اصرخ فيك واقول لك ارحمني. ارحمني انا بريئة. انا مظلومة. ده انا ست متجوزة. انا ما اعرفش ان ولا الخياطه بتاجر شقتها للدعاره. قلت لك يا فارس بيه، قلت لك ان انا كنت مجرد زبونه عندها، لكن ساعدت وكيل النيابه لكن عنده استعداد لا يسمع ولا يفهم. اتهمتني بالكذب وبالدعاره، حطيتني على اول الطريق، ضيعتني. عشان كده كان لازم اضيعك معايا. أنا بقول الحقيقة. أبوس رجلك تصدقني. أبوس رجلك تصدقني. قانون مش ببوس الرجلين. عندك قضية لولا الخياطة. افتكرتني؟ أنا اللي جيت الشقة دي مخصوص علشان أحطمك وأدمرك زي ما دمرتني. أنا اللي خليت توفيق بيه يستغفلك ويستغلك ويشيلك الألماظ. أنا اللي بلغت عنك البوليس باسم فاعل خير. ما كانش يهمني توفيق ولا فلوس توفيق. كنت مستعد أدفع عمري كله علشان أشوفك في الموقف اللي أنت فيه دلوقتي. أنا كنت قدام قضية زي أي قضية. عمرك في يوم من الأيام ما كنت ند ليا. دلوقتي بتطبقي قانون أنا ما أعرفوش، ما أعرفوش. قبل ما كنت تطبق القانون بتاعك كنت تطبق قانون الإنسان، قانون الطبيعة، قانون الرحمة، لأن أنا كمان إنسانة، ليا أحلام زي أحلامك، وبيت زي بيتك، ومستقبل زي مستقبلك، كل ده ضاع. اتفرج يا وكيل النيابة، دوق يا فارس بيه، جرب النار اللي انت حرقتني بيها، وياما حرقت بيها مظاليم كتير زيي، دوق، دوق، تمام. كل ده حصل بسببها. هي هدى. لكن انا مش هسكت لها. لازم انتقم منها. بس بقى كفايه. بلا احلام بلا هدى. بل حد امتى هتفضل في الضياع اللي انت فيه ده؟ انا لا يمكن اسيبك في الحاله دي ابدا. ايه الوقت اللي لازم ادافع فيه عن وجودي؟ واقول لك اللي كان لازم اقوله لك من زمان. يعني ايه؟ مش فاهم. انا بدافع عن حقي يا محمود. بتدافع عن ايه؟ بدافع عن حبي ليك. ايوه يا محمود انا بحبك. عمرك ما حسيت ان انا بحبك. بشرى. انت ملبوخ كده ليه يا ابني؟ اصل خير يا ابني؟ بصراحه يا عمي انا حاسس اني محتاج لبشرى بنت عمي تشاركني حياتي دلوقتي يا ابني. بس
انا حاسس ان لو مت هبقى مطمن على بنتي الوحيده. يديك طول العمر يا عمي، يعني صحيح موافق؟ انا لولا خوفي من عمك لكنت فتحتك بنفسي وخطفتك لبنتي. حلكوا حلكوا، جرأيه يا ماما، جرأيه يا بابا. مش نستنى لما نسأل عليه الاول؟ مش يمكن يكون له ماضي ولا حاجه؟ اما اروح اعمل الشربات حالا. يا ساتر يا رب. محمود مصطفى حسن ساكن هنا؟ ايوه انا. السيد وكيل النيابه عايزك في موضوع. انا ممكن اعرف ليه؟ حقيقة انا معرفش، انا بنفذ الاشاره. ايه يا محمود؟ يلا محمود. تعرف واحدة اسمها هدى عبد السلام فهمي؟ ما ردتش عليا. ايوه عرفها. ايه علاقتك بيها؟ كنت بقابلها ساعات. فين؟ في بيتها. اخر مرة شفتها امتى؟ يوم الخميس. لكن ليه؟ اسمع محمود، انت عارف كويس قوي انت موجود هنا ليه؟ علشان كده مش عايزك تضيع لي الوقت، ومفيش داعي لمحاولات الاستعباط اللي مش هتجيب اي نتيجة. المطلوب تحكي لنا التفاصيل. ها؟ قتلتها ازاي؟ ايه؟ قتلتها؟ هدى اتقتلت؟ احلف لك ما اعرفش اي حاجة عن الموضوع ده خالص. ثم انا هقتلها ليه؟ انت بس اللي تعرف السبب. سبب ايه؟ احنا ما خدتش بالنا حاجة ابدا. مش كنت بتحبها؟ لا طبعا. وهي ما كانتش بتحبك؟ برضه لا. امال العلاقة اللي بينكم دي كانت ايه بالظبط؟ لو ما كانش فيه علاقة حب يبقى اكيد في مصالح تانية مشتركة. انت ايه علاقتك بتجارة العملة؟ انا ما اعرفش حاجة خالص عن الحاجات دي. عرفنا كمان اللي ما قتلتهاش. كنت فين يوم الخميس بعد الساعة 10 بالليل؟ في اوضتي. تقدر تثبت اللي بتقوله ده؟ طبعا. لا طبعا. لأني كنت نايم. المعلومات اللي عندنا بتأكد إنك ما تعودتش ترجع بيتك قبل الساعة 2 3 الصبح. إشمعنى يوم الخميس بالذات؟ أنا مش فاهم قصد حضرتك إيه بالظبط. قصدي إنك ارتكبت جريمتك ورجعت تاني بيتك من غير ما حد يشوفك. والله العظيم ما قتلتها، ولا كنت أعرف خالص إنها اتقتلت. أنت متهم في قضية تهريب ألماس من الخارج لداخل البلد. إيه علاقة العملية دي بالقتيلة؟ علاقتها؟ طبعا طبعا مفيش أي علاقة. أمال تعالل بإيه قتل جارتك بعد حادثة القبض عليك في المطار؟ مفيش تعليل، لأنه مفيش أي علاقة أصلا. هي كانت ست معارفها كتير، باستمرار عندها ناس وحفلات وأنا شخصيا كنت بعملها زي أختي بالظبط. هي اللي كانت بتحاول تتعرف علينا وتتقرب لينا وأنا ما كنتش عارفة السبب، لكن أخيرا عرفت ليه. وعلى كل حال ما كانش في حاجة بينا تثير الشبهات. علاقتها بجوزك؟ علاقة جارة وصديقة لمراته. يعني ما كنتيش بتغيري منها؟ ما اظنش اني وحشة للدرجة دي. مأمور بحبس المتهم محمود مصطفى حسن 4 أيام على ذمة التحقيق. هقدر اعرف السبب في الزيارة الغريبة دي؟ إذا كان موضوع يخص محمود فأنت عارفة كويس تقدر تلاقيه فين دلوقتي. أحب أقولك إن محمود حكالي على كل حاجة، عن اللي ليها إياها قبل الحادثة. يعني في 1000 مبرر يخلوكوا تقتليها. أنت بتقولي إيه؟ أنت اتجننتي؟ طبعا كنت حريصة على إنك تخلصي من الست اللي عرفت عنك وعن اللي حصل لك كتير قوي. اخلصي اخلصي. إذا كنت أنا اللي قتلت هدى زي ما أنت فاهمة، فمحمود قتلني بتردده وعجزه. لكن أنا مش هلومك، انك اسمع من ان لومك. برا اخرجي برا 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 برا. اتفضلي كملي كلامك. في نفس وقت الحادث محمود كان في اوضته وانا كنت عنده. ايه؟ كان بيكلمني بصدق واخلاص، كان الدموع على ايديا وهو بيحكي لي مشاكله. انت بتقولي ايه؟ اذا كنت عايزه تبرئي محمود من تهمة القتل، تفتكري مين اللي ممكن يقتل هدى؟ انا انا انا. انت مين؟ انا امين السيد، والد فارس امين السيد. اسمح لي يا ست الوكيل اقول لك انا قتلتها ليه وازاي. اتفضل بره شوي. اتفضل اقعد.
هي كان لازم تتقتل، كانش في حد يقدر يقتلها غيري. انا قتلت الخطيه سياده الوكيل بعد ما شفت ولادي يسقطوا واحد ورا التاني. مش ندمان على قتله، مش ندمان. ايه الدافع اللي خلاك تقتلها؟ ما انساش اليوم ده يا سياده الوكيل، يوم مصبت في حفيدتي احلام، شفتها تايه ضايع، حاولت اعرف السبب منها ما قدرتش، ما قدرتش لحد يوم لقيتها رايحه على شقه هدى. شباك اوضتي سمعت كل الكلام اللي بيدور هناك عندها. ولما لقيته كل اللي عمله انه وداني للدكتور، ما تتصوريش كان منظري ايه قدام الممرضات وكلامهم واصل لوداني. انا مش عايزه اعيش، انا عايزه اموت حالا. في نفس اليوم يا سياده الوكيل، بعدها بساعات كان ابني فارس عند الحيه هدى بيبوس رجله عشان تطلعه من المصيبه اللي وقع فيها هو والاخر. انا اللي جيت الشقه دي مخصوص علشان احطمك، ادمرك زي ما دمرتني. انا اللي خليت توفيق يستغفلك ويشيلك الالماس، وانا اللي بلغت عنك البوليس باسم فاعل خير. ما كانش يهمني توفيق ولا فلوس توفيق، انا كنت مستعد ادفع عمري كله علشان اشوفك في الموقف اللي انت فيه ده. وبعدين يا عم امين، لما رجع فارس من عنده لقيتني مش قادر استحمل وبتحرك من غير وعي لغايه شقتها، العافيه دبت فيا ورجعت شباب ابن 20. لما شافتني هملتني وقالت خير عايزين تراخر، هي مال عيلك تسترسل لي واحده ورا الثاني النهارده. مجرد ما وقع نظري على خلقتها يا سياده الوكيل حسيت اني عايز اشرب من دمها، رفعت عصايتي وسلت على دماغها. رفعت عصايتي ونزلت على دماغها، نزلت على دماغها، نزلت على دماغها. أنا القاتل، أنا القاتل، أنا اللي قتلتها، مش تدمان، مش تدمان. اهدى يا عم امين، اهدى. اقعد يفرج عن محمود مصطفى حسن بالضمان الشخصي، ونأمر بالقبض على المتهم امين السيد متولي على ذمة التحقيق. قبض عليه.